يكفي من انطلاقات الإثارة انطلاقة شوطنا هنا العاشر في مجموع الأشواط الشوط العاشر الخاص لمشاهدينا الكرام باللقاية القعدان المهدنات الأصايل لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان. هناك سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين العشرة. نسير معكم في هذا الانطلاق المميز الجميل إلى صدورة هذا الشوط. نهني جميع الفائزين برموز هذا المساء أيضا الجميل الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هو المنطلق هنا على الصدارة يأتينا محارب راشد بن سلطان بن مساعد الكتري على الصدارة وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني المركز الثاني والانطلاقة على ثاني المراكز من قبل الشقب. هنا يأتينا لعلي بن طالب بن علي اللابت المري على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث المتحد خليفة بن علي بن راشد النعيمي من ينطلق على المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع والانطلاق مشاهدينا الكرام على المركز الرابع. هنا يأتينا بهذه الانطلاق الذيب جار الله بن محمد الحديد المري على المركز الرابع. المركز الخامس المداهم سيف بن سلطان بن محمد العرياني من يأتينا على خامس المراكز وفي المركز السادس الرشاش هنا لزايد بن عبد المعطي بن حماد المهري المنطلق بهذا الأداء الجميل شاهين حمد بن سالم بن لويع العمري من ينطلق هنا بهذا الأداء المميز والوصول من منذر خالد بن عشوي بن عنبر بن جعشم من يأتينا بهذا الأداء المميز الجميل وتاسع مراكزنا الوصول من مهول عامر بن محمد بن خلفان الهامري وعلى المركز عاشر المنطلق هنا عاشرا اسكندر لعبد المحسن بن راشد بن عبد المحسن من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى وأعود إلى الشقب على الصدارة الشقب على المقدمة على المركز الأول يبحث بناموس هذا الشوط وبالسيارة. هنا الشقب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول الشقب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول علي بن طالب بن علي النابت المري المسيطر على زمام الأمور المتحد في المركز الثاني خليفة بن علي بن راشد النعيمي من يأتي على ثاني المراكز وفي المركز الثالث المركز الثالث هناك ذيب جار الله بن محمد الحديد المري المنطلق على ثالث المراكز وفي المركز الرابع محارب راشد بن سلطان بن مساعد للتبي من يأتينا على المركز الرابع المركز الخامس والانطلاق من رشاش زايد بن عبد المعطي المهري من يأتي بهذا الأداء المميز الجميل مهول عامر بن محمد بن غلفان الهامل يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة الوصول كذلك هنا بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي من قبل الذيب لسعيد بن راشد بن عبد الله بن مبهوت القرح من يأتينا. هناك أيضا سمران سالم بن محمد بن سالم بن حمد المري من ينطلق على المركز الثامن المركز التاسع المركز التاسع هنا الوصول من قبل منصف حمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي وشعار بن صرود من الجانب الآخر أيضا الخيالي المنطلق بهذا الأداء الجميل دائم الفوز يأتي لحسين بن محمد بن حمد الصافية المري. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى وبعود مع الكيلو
الكيلومتر الأخير، كيلو التحدي، كيلو الصراع مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الله الله الله، التغيير التغيير على الصدارة، من مهول من انطلق على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. مهول مهول هنا عامر بن محمد بن خلفان الهاملي، من يأتي على الصدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني وشعار بن سرود، من ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل هنا من قبل مكرم منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي، من يأتي على المركز الثاني. أما المركز الثالث دائم الفوز هنا لحسين بن محمد بن حمد الصافي المري على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع والوصول سمران سالم بن محمد بن سالم بن حمد المري على المركز الرابع، ولكن أعود هنا إلى التحدي إلى الإثارة. مهول ومكرم، مكرم ومهول، الغربية ولا أهالي الخزنة أهالي رماح، يا سلام يا سلام، الغربية الغربية على الصدارة على المقدمة مع مهول. مهول 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 هنا على الصدارة على المقدمة، مهول عامر بن محمد بن خلفان الهاملي، سلام خميس الخوشري، سلام على هذا الأداء المميز، مشكور يا خميس على هذا الأداء، تهانينا لعامر بن محمد بن خلفان الهاملي على هذا الفوز، والتهنئة لعامر بن خلفان. المركز الثاني مكرم منصور بن ناصر بن علي بن سرود، هناك الوصول من قبل نهاب علي بن أحمد بن حمودة الظاهري، وفي المركز الرابع مشاهدينا الكرام كان هناك الانطلاق من قبل سمران سالم بن محمد بن سالم بن حمد المري، وهناك يأتي صغان سحمي بن علوش بن راجس الدوسري على المركز الخامس. هذه هي النتيجة والتوقيت الزمني ولحظة وصول مهول إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس، تهانينا على هذا الأداء المميز العامر بن محمد بن خلفان الهاملي بسبع دقائق 26 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية، أفضل توقيت يسجله في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة بفارق جزء من الثانية، هو الأفضل في التوقيت. المركز الثاني كان من نصيب مكرم، أو قدم عرض يشكر عليه منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي، وقاطع المسافة في 7 دقائق 27 ثانية، تسعة من الأجزاء من الثانية، تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز الجميل. أما ثالثي مراكز فكان من نصيب هنا نهاب علي بن أحمد بن محمد الظاهري، قاطع المسافة في 7 دقائق 29 ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.